مشهد نراه كل يوم لهؤلاء المقبلين على شراء حاجياتهم الضرورية للإفطار بعد عناء يوم طويل من الصيام. القروع والباقية والسمبوسة من أهم الأكلات التي تقدم للإفطار يوميا، فلا تخلو مائدة منها لما لها من ميزة استثنائية ونكهة خاصة لا يعرفها سوى أبناء هذه المحافظة. يعرض الباعة المتجولين هذه الأنواع المختلفة من الأكلات الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وبالقرب من بائع السمبوسة والباقية وقف هؤلاء الشباب بعرباتهم حاملين عليها العصائر الباردة. وكما هو حال الكثيرين من هؤلاء الباعة الذين أتوا إلى هذه الأسواق خلال أيام هذا الشهر المبارك، لا يطمح هؤلاء في شيء سوى الربح اليسير الذي يساعدهم في تحمل نفقات شهر رمضان على من يعولون. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.